مع بديع هندسة هذا العمران واستشراف مستقبل قادم الأزمان واحتضاننا لكل الأعراق والأديان، لم نغفل عن ما يسري في عروق الفرجان، فصوننا للإنسان أولوية لا تكال بميزان. اليوم سنقص عليكم قصة من الواقع، بطلها صاحب قلب ناصع، تعرض لصنوف من المواجع، وفي روايته عظة لكل مشاهد وسامع، لنبني سوية للإرادة صروح، ونقول لبطلنا مسموح.